اجابه حضرتك فتحت لي بس سؤالين حتى مش مكتوبين قدامي. شوف. بس اولا بالنسبه لشركه الكوره، تاسيس شركه كوره للنادي الاهلي هل معناه ان طبعا هتبقى ليها ميزانيه منفصله وقتها هتتوقف فكره ان انتوا تقدروا تاخدوا من فلوس الاشتراكات مثلا للصرف على نشاط الكوره في سبيل اسعاد الجمهور، ولا ده بتبقى ما زالت قائمه قانونيا او من الجهه الاقتصاديه؟ انا بسال عشان مش عارف. لا قائمه قانونيه، مفيش عندنا اي مشكله انك انت بتقدر جزء من الاشتراكات او حاجه كده ممكن تدخلها. لكن خلي بالك ان شركه الكوره مين اللي حاليا هدفها الاساسي ازاي تقدر تجيب ريفينيو ستريم من حته ترين. مثلا احنا لسه عاملين موضوع جرينتا، موضوع بتاع الجمهور، ازاي تقدر تستفيد من ال 80 مليون انك انت تجيب عوائد للنادي الاهلي للكوره طبعا في الاصل. وبالتالي يمكن اول حاجه اتعملت هي جرينتا، وان شاء الله باذن الله هيبقى العائد بتاعها هيبقى كويس وهيدي لك يعني ريفينيو انك انت تقدر. يعني انت النهارده مينلي الشركات الاستثمار دي سواء الكوره او الخدمات الرياضيه او شركه الخدمات السياحيه، مينلي عشان ازاي تقدر تفكر بقى كراجل مستثمر او راجل بتدير مؤسسه استثماريه، شركه استثماريه، تقدر ازاي النهارده انك انت تجيب دخل او تجيب عوائد وموارد من خلال مجلس الإدارة المحترم اللي هو بيبقى كلهم ناس سواء بيزنس مان أو سواء ناس عندها فكرة أو كده، إزاي تقدر تجيب فلوس للنادي الأهلي.